استشفائي من الغربة لربوع الوطن. إذا ما كنت بتسكن هون ومش مأمن بلبنان، كيرلينج بغطي الزيارة والإقامة من الطوارئ والعناية المركزة وغيرها. كيرلينج من اي تي ان، عنوان للراحة والاستجمام. كيرلينج من اي تي ان، عيش الصحة والأمان. 03-546-444 و70-546-444. مع مدير عام الاي تي ان اليوم رح نضوي على إعادة التأمين، على أهمية هالموضوع بالنسبة لمصداقية شركات التأمين وبالنسبة للمستهلك كمان. أهلا وسهلا فيك سيد. صباح الخير. صباح النور. يعني نحن نعرف أنه في شيء اسمه إعادة تأمين، بس هل يعني بالتحديد بنعرف شو يعني إعادة تأمين وقدي أهمية هالموضوع، وهل كل شركات التأمين عندها إعادة تأمين؟ طبعا أول شركات تأمين من الضروري يكون عندها إعادة تأمين، أو ما بتقدر تكون موجودة يعني ولا لا؟ بطريقة أنه طبعا الواحد يقدر يحافظ على العمل وعلى رأس المال، يعني فيك تحطي أموال كتيرة وبتشغليها وبتاخدي الريسك الخطر. نحن وقت ما عم نبيعك تأمين عم نقول لك فيك تبقي يمكن 20 سنة ما بتفوتي مستشفى، ما بيكون عندك، ولا سمح الله مرة بتروحي بتدفعي كل اللي جمعتيهم واللي معك. ونفس الشيء لشركات تأمين، نحن عندنا نفس الخوف، ومش بس لشركات تأمين وصناديق التعاضد نفس الشيء. كتير مهم إعادة التأمين. إعادة التأمين هي سند، كفيل، كفيل تاني. كيف بيجي أنا بقدر أمن هالإنسان؟ تجي إعادة تأمين كمان بأمنوني، وفي عدة أنواع إعادة تأمين وعدة باك أب إنه بيساعدوا بعضهم، وكل واحد بياخد حصة من هالأقساط التأمين وبيشارك بالأخطار. وهذه متواجدة، وهي أهمية القطاع التأميني، هو هالتعاضد بين الكل، والكل بيتساعد وكل واحد بياخذ حصه، وعلى الحصه بصير يدفع النسبه المئويه تبعه. شركات اعاده التامين بتكون شركات عالميه، خارجيه، اجنبيه، ولا ممكن تكون شركات وطنيه؟ فيك يعني تاخذي كل في الشركات المحليه يعملوا محلية بول بين بعضهم، الدول العربيه بين بعضهم، والشركات العالميه. اصلا اذا بتلاقي كلهم متعلقين ببعضهم، وهيدا عمل ما فيك تجزئيه عن الثاني. ومن هون إعادة التأمين إلى أهمية للجميع طبعا، وهي أساس الاستمرارية بأي عمل تجاري أو تأميني أو صحي، هو هالتكافل هالتعاضد بين الجميع، والكل بياخد على عاتقه ريسك معين ونسبة معينة اللي منحافظ على بعضنا، شي طبيعي. وطبعا هيدي بتعطي استمرارية للعميل، شي طبيعي، وبتعطينا استمرارية لعملنا، وهني كمان بياخدوا هالأقساط اللي عم بياخدوها وعم بيستثمروها كمان بنفس الطريقة. وعم هيدي هي كلها إدارة أموال. إذا بتلاحظي آخرة النهار الكل مشترك فيها، من المؤمن للبروكر للوسيط لشركة التأمين لمعيد الوسيط وكمان لمعيد التأمين، الكل متداخل فيها. بإعادة التأمين شيء ضروري لحتى يكون في رخصة لشركة التأمين؟ طبعا دائما بكل أي عمل تجاري في له ترخيص، شيء طبيعي، وله رأس مال وفي تحديدات. وكل ما يكبر رأس المال، اليوم لو قالوا لك الرأس المال بتحدده الدولة بمبلغ معين، إذا أنت كل ما بتكبري رأس المال كل ما بيكون عندك الصلابة أقوى والنشاط الأقوى، وبتقدر تستوعبي أكثر أخطار. وين إعادة التأمين بيقوى كل ما يقوى رأس ماله، وكل ما يقوى الممتلكات تبعه بيقدر ياخد أخطار أكتر، لأن صار عنده احتياط وريزيرف، بيقدر لا سمح الله بحالة أي ضرر بيقدر يعوض لأنه صار مليء. الملاءة هي أهم شيء بكل عامل التأمين ككل. ككل هو الملاءة إلى الأهمية، والملاءة هي اللي بتعطي الحافز. إذا لأي سبب من الأسباب شركة التأمين ما قدرت غطت أي تأمين على يعني الأشخاص اللي بيكونوا أخذين بواليس من عندها، شركة إعادة التأمين هي اللي رح ترجع تغطي؟ في حالة إذا كان في متواجد إعادة تأمين طبعا. تقلك كيف إعادة التأمين، ما في شيء اسمه 100% بالمطلق. دايما كيف بحطوا لك أيام على السيارة، بقول لك بحط لك فرانشيز $100، نفس الشيء على المؤمن عنده مبلغ معين هو بده يتحمله، فوق منه بتروح لإعادة التأمين. وكمان من هيك قلت لك في عدة أنواع إعادة التأمين طبعا.
بعطيك مثال كثير بسيط، تعملي بقى واحد مأمن 20 30 او 40 شخص رايحين ببوسطه، لا سمح الله تعمل حادث تتهور ويمكن يكلفك هالحادث مليونين 3 مليون. هون بيجي دور إعادة التأمين، وأنت ما بيكون الصدمة قوية عليك لا ماديا كتير فاينانشال، ولا بالوقت نفسه تقدر تتلبكي بالمبالغ كيف بدها تندفع. هون بأثر على مصداقية الشركة كمان إذا طبعا كان إذا كان متواجد إعادة التأمين. هون الجهد الحلو أنه بحالات الصعاب إعادة التأمين دائما موجودة. أما اليوم بيصير عندك زلزال بلحظة بيخرب بلد كلها، مدينة بتروح كلها، ناس بتموت، الناس بتتجرح كلها. هون وين بتجي القصة؟ إعادة التأمين بيكون عندك صلب وراكي طبعا بيضخ المال وبيقدر يساعد تيرجع إعادة التأهيل وكل شيء، إذا الإنسان طبعا عنده هالتأمينات إذا شريها، إذا لا بده يتكل على شيء تاني. بس يعني إله حق الشخص يعني يكون عنده شركة تأمين بدون ما يكون عندها إعادة تأمين؟ يعني لازم المستهلك يبحث إذا هالشركة عندها إعادة تأمين ولا لا؟ مبدئيا نحن القوانين ووزارة الاقتصاد والأكال وكل شيء، حتى صناديق التعاضد اليوم كلهم ما حدا بيمشي لوحده، وكلهم جايبين إعادة تأمين وكلهم مقتنعين. هيدا شيء من عنا تتقي انت تكون شغلك صحيح ببروفيشنال فيري بروفيشنال، لازم يكون هالشيء متواجد. ما فيك تبني بيت على الهوى، بتجيبي له الخرائط والهندسي والمهندس وبيشرف عليها بيطلع بيتك كتير حلو وجميل. ونفس الشيء بالتأمين، أي مصلحة اليوم بتعملي لها أنت الهيكلية المضبوطة بعتقد بتعطي نتيجة أفضل وأفضل وللأحسن طبعا. تنرجع للفرد يلي عم بي كمان يأمن حاله عند شركات تأمين، واللي يعني مع الأوضاع حاليا طبعا في صعوبة بتسديد أوقات الأقساط، وأنتوا عندكم تسهيلات بهالموضوع كبيرة، لأنه نعم. عم يأمن لحتى يكون عم يقدر يأمن حاله ويعيش كم يوم حلوين. نعم. مش دايما يكون هالأقساط عم تتراكم عليه. بتعرف هي قصة الأقساط نحن اللي بنطلبه دايما، وإن شاء الله تصير عنا ثقافة إنه القسط التأمين اليوم أو القسط الاشتراك هو كتير مهم، جزء من الحياة العملية من مصروف اليومي، مش يتركها شيء سنوي يلا لاحقين بكرة ندفعه للتأمين. لا، التأمين ضروري، لأنه الكل اللي بيشتغل بهذا الحقل ما بيشتغل إلا على النقد، على الكاش، على إدارة هالأموال. نحن كتير بتفيدنا طبعا نلم الأقساط اليوم، إذا عنا نحن كذا مليون بالسوق، مليونين أو ثلاثة متواجدين بالسوق، ما فيك بهالأوضاع هيدي اليوم نحنا نقدر نتركهم. الإنسان ما بيعرف وين بيصير، هودي علينا ندفعهم، لازم نلمهم. وهم بهالأوضاع اللي نحنا فيها بتكون شوي صعبين عن الحالة الاقتصادية، الأوضاع الأمنية، كل شيء بيتأثر، حتى السبلاير والبروفايدر لإلك بتصير تسهيلات اللي بيعطوك إياها بتصير تضيق عليك، لأنه كمان هن بلش يضيق عليهم الضخ المالي. بقى هيدا شيء بيدخل بكل المجتمع اللبناني وكلنا بدنا نضافر عليه. مفرغة يعني. إيه حلقة مفرغة، مثل تعرفي هيدي مثل المي بتروح وبتدور وين ما كان. رح نتابع لنشوف هل مشترك كمان ممكن تغير عليه الأيام وحتى القسط يكون صعب عليه، بنشوف شو هي الخيارات قدامه بس بعد هالوقت. شكرا. سيد توني نصور مدير عام الاي تي ان معنا، عم نتابع نحن ويا موضوع التامين واعاده التامين. وصلنا لنشوف هالمشترك اللي عم يدفع الاقساط ويمكن وصل مطرح صار عنده اي مشكل وعائق ما قدر حتى يدفع قسط التامين، كيف يتصرف؟ اول شيء هذه متواجده طبعا، كل الحالات متواجده. في الانسان بيشتري التامين وبيقدر يكون عنده مصاعب ماليه، وبيقدر كمان يلغي البوليصة أو العقد، ولكن هون بده دائما يقدم طلب. كيف قدم طلب وقت طلب التأمين؟ لازم يقدم طلب ويقول إنه أنا بدي ألغي بسبب السفر، أو بدي ألغي لأن بقش فيني أدفع حقه، هيدا ماله. هون في دائما الوضع اللي صاير معه، إذا كان في على البوليصة مستعملها وفي حوادث ومطالبات
الإلغاء شوي صعب طبعا، لأ ما بيصير. نحن هالبوليسة استعملت استهلكت اكتيفيتد لأنه صارت، إذا ما في بيقدر يلغيها، وفي أسلوب للإلغاء. إذا بتمشي شهر أو اثنين بياخدوا أول ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر ويوم بياخدوا ستة أشهر، ستة أشهر ويوم بياخدوا لتسعة، فوق تسعة أشهر بقشر الدولة مبالغ. الإنسان لازم يعرف أنه هيدي عقود، والعقود دائما في عليها مصاريف، في عليها تاكس وتامر، وفي أشياء كتيرة، أشياء إدارية كمان. ما حدا بيشتغل ببلاش، أنه أنا بشتغل، وفي خدمات موجودة جاهزة. صحيح، وخدمات أنه الواحد تقدي بعد تسعة أشهر اللي بقش بدي إياها، بده ضل يدفع ثلاثة أشهر لأنه في إعادة تأمين، في أقساط تأمين بدها تندفع، في مصاريف عم تندفع، في الأشياء الإدارية. هون لازم هو، أنا دائما بقوله للإنسان لازم يكون هو صادق مع نفسه، يقدر يشتري التأمين ويكمل التأمين على طول، خاصة اللي بيشتري بوالص على الحياة بيتحمس يبقى بعده وبيقول لك بيشتري. لا، مش حيلا تتحمس، بدك تشوف إذا فيك تكمل البوليسة تبعك. أنا بعرف كنا بالخليج مصاري كتير ومنشتغل معنا، منقول له إيه عملها لو كان 10,000 دولار بالسنة، بس تيجي على لبنان 10,000 دولار بالسنة بتأثر عليك، ما فيك تكمليها، بتروح عليك أو بتخسر كتير. إحنا اللي منقول لازم الإنسان يفكر، بس بدك تشتري الشغلة اشتريها واستمر فيها، وإلا ما تشتريها. حرام إنه يشتري تأمين على مدة سنة استشفى، تاني سنة بقلك أوضاعي ما بقدر بوقفها، حرام، كأنه كب كل هالمصريات راحوا. لا، خليهم معك، وما كنت تشتريها أحسن لك، لأنه هو المهم الاستمرارية. الاستمرارية أنت بتستفيد، بس تشتري التأمين اليوم سنة سنتين لا ترجع تشتري، ما بتفيده، حرام، بيكون عم بيضر نفسه، ونحن بنقول له ما تضر نفسك. سيتوني نصر مدير عام الاي تي ان، اهلا وسهلا فيك. شكرا لوجودك معنا، اكيد لنا لقاءات ثانيه. مشاهدينا واقفه هلا وبنرجع منتابع، بتصور مارون صار جاهز ليحضر لنا اكيد شيء طيب اليوم. اي تي ان الشركه الرائده ببرامج التامين بما فيه الاستشفاء والطبابه وخدمه طب وجراحه الاسنان داخل وخارج المستشفى، وبتحافظ لك على الاستمراريه والتغطيه الدائمه وبنفس الشروط. مع الاي تي ان بتعيش الصحه والامان. 03-546-4444